شهر رمضان المكرم الذي يحل علينا بعد أيام قليلة، كيف نتعامل معه؟ ما هي فلسفة الإسلام في هذا الشهر الكريم؟ ماذا يجب على المسلم معرفته؟ وكيف يستعد المسلم لهذا الشهر الكريم؟ السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج رحمة للعالمين تأتيكم عبر قناة المغربية في لندن. سنخصصها للحديث عن هذا الضيف الكريم الذي سيحل بعد أيام معدودات. فشهر رمضان موسم خير وبركة، ترجى فيه التوبة والمغفرة، وتزكى فيه النفس بطاعة الله فيما أمر والانتهاء عما نهى وزجر، وتدرب على كمال العبودية لله تعالى. فالصيام يحفظ للصائم صحة بدنه ويشعره بنعمة الله عليه، فيقبل على رمضان بالصيام ويجتهد في حسن عبادته استجابة لنداء المنادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فيطوع نفسه الأمارة بالسوء بكسر شهواتها والتحرر من مألوفها حتى تصير مطمئنة، فيتدرج بها في منازل الطاعة ويرتقي بها إلى مصاف أهل التقوى الذين كما وصفهم ابن القيم بقوله: الصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوة، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، أي وقاية. نتابع العرض التالي ثم نشرع في النقاش. للتعليق على هذا الموضوع أرحب بضيفي من طرابلس في ليبيا الشيخ شكري الحاسي الإمام والداعية. مرحبا بك شيخ الحاسي، وشكرا لقبول الدعوة والمشاركة معنا، وكل عام وأنت بخير. وكذلك من دبلن الأمين العام للمجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء الشيخ حسين حلاوة. شيخ حسين أرحب بك وأشكرك شكرا جزيلا على قبول الدعوة والمشاركة، وكل عام وأنت بخير. ودعني أبدأ معك شيخ حسين فيما يتعلق بهذا الشهر الفضيل الذي تنتظره الأمة المسلمة. ما هي برأيك أهم، وباختصار طبعا دون أن نكثر حتى على الناس، ما هي أهم الاستعدادات التي لابد أن يبدأ فيها المسلم من اليوم
ليستقبل هذا الشهر وليستفيد من شهر رمضان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدي إمام النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله العالمين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحب الكرام ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أحييك أخي الحبيب، وحيي ضيفك الكريم، وحيي إخواني أخواتي المشاهدين في كل مكان من أرض الله سبحانه وتعالى. والله جل في علاه أسأل أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا. أمين. بارك لأمة الإسلام، مقدم هذا الشهر الكريم، ما بقي إلا أيام قلائل، يعني أقل من أسبوع، ويهل علينا هذا الشهر الكريم. وكأي ضيف عزيز على النفس، عندما يعلم الإنسان بمقدمه كيف يستعد لاستقباله. فما بالك إذا كان هذا الشهر آسف فما بالك إذا كان هذا الشهر هو شهر رمضان العظيم الذي أنزل فيه القرآن، ما بالك لو كان هذا الشهر هو الشهر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد درجة المنبر وجاءه جبريل وقال له: رغم أنف عبد أدرك رمضان لم يغفر له. دلالة على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الطيب المبارك. يا سيدي، رمضان لا يستحق كثير من الاستعداد كما تفعل بيوتات عندنا في المشرق من جمع الطعام والشراب، ويعني ما لذ وطاب، إنما رمضان يستحق أن يستقبل بصفاء السريرة ونقاء القلب وإخلاص التوبة لله سبحانه وتعالى، واستقبال شهر رمضان بعزيمة قوية على أن يغير الإنسان من حياته بعد رمضان. لأن شهر رمضان هو الموسم الذي يقف فيه المسلم مع نفسه، يراجعها، يغير منها، يحاول أن ينظف ما فيها من أضران، حتى يعني يستقبل عاما جديد بإذن الله سبحانه وتعالى وبصفحة بيضاء، والتي نسأل الله أن تكون لنا جميعا بإذنه سبحانه. طيب نعم. شيخ شكري حاسي، نفس السؤال الذي طرحته على الشيخ حسين حلاوة فيما يتعلق بالاستعداد لرمضان، ما هي الأمور الواجب الانتباه إليها من أجل، والاستعداد طبعا من أجل، أن يكون هذا الشهر فعلا شهر نحقق فيه لعلكم تتقون كما ورد في القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحية طيبة لك أخي الكريم ولضيوف ولضيفك شيخنا الشيخ حسين حفظه الله، وللمسلمين جميعا ولقناتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذا الشهر أياما عديدة وأعمارا مديدة، وأن يعود علينا هذا الشهر في والأمة في خير حال وفي أحسن حال، أن تعود الأمة إلى دينها وإلى رشدها، وأن تكون أمة عزيزة قوية. فشهر رمضان هو شهر الانتصارات، شهر الفتوحات. شهر رمضان هو كما عبر الله تبارك وتعالى عنه في كتابه الكريم حينما قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهو شهر القرآن، والغاية الكبرى التي جعلها الله تبارك وتعالى، والمقصد الشرعي الذي بينه الحق تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلا شك أن التقوى هي الغاية الكبرى من هذا الشهر العظيم، ومن هذا الجهد، ومن هذا الانقطاع عن الشهوات والملذات. الله سبحانه وتعالى لا يقصد أن يعذب عباده ولا أن يعذب المؤمنين بأن يقطع عليهم كل هذه الشهوات ومن ملذات الحياة ومن الأطعمة ومن غيرها، ولكن في هذا الشهر فيه تزكية، فيه معاني عظيمة يجمعها هو معنى التقوى الذي عبر عنه القرآن الكريم. ولهذا أيضا فكان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستقبلون رمضان
قبله بستة أشهر، كانوا يستقبلون رمضان وكانوا يستعدون له لا كما نستعد له نحن اليوم، كما قال شيخنا الكريم شيخنا كما قال شيخنا الكريم الآن، الاستعداد بالمطعومات وبالمشروبات وبالماديات. فللأسف الشديد نحن نحتاج اليوم أيضا أن نعيد التفكير وأن نعيد تصور معنى رمضان عند الناس اليوم، لأن الناس انقلبت الموازين اليوم عندهم، فأصبح شهر رمضان هو شهر الأطعمة وشهر الشبع وشهر الملذات وشهر الأسواق وشهر الحفلات للأسف الشديد. وهذا ليس هو المقصد الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وإنما المقصد هو أن شهر رمضان أخي الكريم هو معسكر تدريبي حقيقي، شهر رمضان هو دورة حقيقية لإعادة التوازن، لإعادة الإيمان في نفس الإنسان، نعم، للتجديد التوبة، لتجديد العهد مع الله تبارك وتعالى. بهذا المفهوم نستطيع أن نقول أننا إذا عشنا بهذا التصور وبهذا المفهوم نقول بأننا حققنا المقصد الذي أراد الله تبارك وتعالى منه هذا الشهر. شيخ حسين حلاوة، دعنا نطرق موضوع يتكرر مع بداية كل شهر وحتى نهاية كل شهر. أنتم في المجلس الأوروبي والبحوث والإفتاء منذ مدة طويلة، يعني أكثر من شهر أو شهرين أو حتى أكثر، أصدرتم فتوى بيوم بداية رمضان بحساب فلكي دقيق، وأنه سيكون يوم 23 مارس أي الخميس إن شاء الله المقبل. لكن مع كل أسف حتى في الغرب هنا، حيث مقر المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، المسلمون جسديا هنا وعقليا في بلاد منشئهم يعني، ويصدر وليس هناك التزام حتى على الأقل على مستوى المسلمين في أوروبا بهذه الفتاوى، وليس هناك اعتماد حتى للحساب الدقيق المضبوط الذي أوصل رواد الفضاء إلى القمر وغيره، لكن نحن في ديننا يمكن أن نستفيد من ذلك، لكن ليس هناك استفادة حقيقية، مما كل سنة نجد هذه الخلافات بين المسلمين. هذا يبدأ في يوم وينتهي في يوم، يعيد في يوم والآخر يعيد في غير يوم. برأيك لماذا كل هذا؟ لماذا إلى حد الآن يعجز المسلمون على الاستفادة من العلم في ترتيب طاعاتهم مثل طاعة الصيام؟ دعني يعني أوضح شيئا أحب أن يعني أوجه به هذا الأمر، هو أن البيان الذي يصدره المجلس في كل عام ليس بيانا ناشئا عن هكذا يعني خلط ودون علم، إنما ناتج كما ذكرت حضرتك عن علم وموثق، وناتج كذلك عن اتفاق تم الحقيقة في إسطنبول في المؤتمر العالمي الذي جمع ما يزيد أكثر من 70 من يعني مسؤولي الدول الإسلامية، ما بين مفتي وما بين هيئة كبار علماء وهكذا، من 70 من دول العالم الإسلامي، واتفقوا. كان أمامنا خياران، إما التقويم الثنائي وإما التقويم الموحد، وبعد نقاش وأخذ ورد اتفق الغالبية العظمى لهذا الجمع الطيب على أن يأخذوا بالتقويم الموحد، لأن التقويم الموحد هو الذي يجمع يعني ظاهر المسلمين في هذا الأمر الحقيقة، هو الذي يجب أن يجتمع المسلمون في 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 الصيام في العيد، وكما ذكرت لا أقل من أن يجتمع مسلم الغرب الذين يعني هم ليست وراءهم، كما قال أحد يعني شيوخنا في هذا المؤتمر، قال ما لكم يعني أيها المسلمون في الغرب لا تجتمعون على شيء، لما أنتم تقلدوننا في الشرق؟ احنا في الشرق عندنا سياسات، احنا في الشرق عندنا امور تجعل الرؤى تختلف من بلد الى بلد، لكن انتم ليس عندكم شيء. القول الشرعي في هذا الامر ليس امامنا الا سبيلان، السبيل الاول ان لكل بلد مطلعه، تمام، السبيل الثاني اذا رؤي الهلال في بلد
وجب على المسلمين في كل أرجاء المعمورة أن يصوموا. والاجتماع العالمي أخذ بالرأي الثاني يا سيدي. القضية عندنا أنه لا يوجد رأي في الفقه أني أعيش هنا في أوروبا وأخذ برأي دولة تعيش في الشرق الأوسط. نعم. فقط دولة، وهذه الدولة مثلا أيا كانت، مع احترامي لكل دول العالم، أنا لا أقصد منها شيء يعني، إنما هذه الدولة تأخذ بالرأي الذي يكون لكل بلد مطلعه. فإما نحن في الغرب أن نقول بأن لكل بلد مطلعه، وفي هذه الحالة كل بلد في أوروبا يكون لها مطلعها وتترصد الهلال، وإما أن نقول بأننا نجتمع على الرأي الغالب الذي أجمعت عليه أو كانت عليه غالب الأمة المسلمة بفضل الله سبحانه وتعالى. نحن يا سيدي أمام كارثة فعلا في هذا الأمر، لأننا في بعض البلاد يعني ربما الناس يصومون يعني يختلفون 3 أيام صحيح. في أعيادهم وفي صومهم، وليس عندهم دليل يتكئون فيه على هذا الأمر إلا أنه الهوى أعاذنا الله وإياكم منه، أو اتباع دولة خارج المحيط الذي نحن نعيش فيه. لذلك نحن نحمد الله سبحانه وتعالى ونقول بأن الأمر تطور عندنا في الغرب، لا شك يا سيدي، لا شك في كثير من البلاد الحمد لله أصبح المسلمون يأخذون بفتوى أو بما توصل إليه المسلمون في هذا المجال، وانتظرون بيان المجلس الأوروبي في كل عام حول هذا الأمر، ونحن نعتمد على علماء الشريعة وعلماء الفلك في إصدار هذا البيان. طيب شيخ حسين، حدث تطور، نعم حدث تطور أكثر بفضل الله سبحانه وتعالى، ويعني مما كان. دعني أبقى في النقطة اللي أشرت إليها شيخ حسين ثم أعود للشيخ شكري. يعني اختلاف المطالع يا شيخ حسين، ولكل بلد رؤيته، يعني هل هذه قاعدة أصولية؟ هل المسلمون ملزمون بالأخذ بها؟ ربما في وقت ما في زمن ما لم يكن هناك علم ولا تطور بهذا الشكل، كان ذلك متاحا، لكن اليوم أليس هناك مقصد أعم من هذا إسلامي، اللي هو مقصد وحدة المسلمين وتوحد المسلمين؟ لماذا ما زال هناك؟ صحيح أنت أشرت لبعض الأسباب اللي هي هوى أو سياسة، لكن المسلمون أنفسهم الغالبية العظمى، لماذا ما زال بعض من العلماء يعتمد على هذه الفتاوى على اختلاف المطالع أو لكل بلد رؤيتهم، في وقت العلم صار هو الحكم، العلم الدقيق اللي الخطأ فيه ربما 1 على 100,000 أو لا أدري كم؟ لماذا ما زلنا نعتمد على فتاوى قديمة ضد مقصد عام وكبير للإسلام وهو وحدة المسلمين؟ يعني حتى أولئك الفقهاء القدامى الذين كانوا يمنعون الأخذ بالحساب ويعني أقاموا عليه الدنيا كثيرا، يعني كانوا ينظرون إلى أنه علم التنجيم، ولذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره عليهم رحمة الله جميعا كانوا يشيرون إلى هذا، إلى علم التنجيم، وهم ينكرون علم الحساب. أما الآن فعلم الحساب يختلف عن علم التنجيم، نحن نرفض علم التنجيم ونرفض حتى أي شيء فيه أمر ظني، إنما نحن نتكلم عن علم حقيقي، علم ليس فيه مجال للشك يعني. وإنما الأمر يا سيدي أصبح الآن يعني حقيقة. أنا أذكر من 2 سنين عندما قلنا بأن الهلال يتراءى في بلد كذا وفي بلد كذا، اجتمعنا في هذه الليلة واتصلنا بهذا البلد الذي قلنا بأن الهلال موجود في سمائه، وتوصلنا معهم واتصلنا بدار الإفتاء عندهم وقالوا نعم رؤيا الهلال عندنا، كان بلد في غرب إفريقيا، قالوا نعم رؤيا الهلال عندنا، ونحن أعلننا أن غدا هو اليوم الأول من شهر رمضان، في حين أن بلاد أخرى كانت يعني لا زالت لا تعتمد هذا الأمر يا سيدي. نحن نصلي على الحساب، ولا يقول أحد ننتظر حتى نرى ظل كل شيء مثله أو مثليه على رأي السادة الأحناف. نحن نفطر
على الحساب ولا ننتظر غروب الشمس يعني نراها بأعيننا ونحن كذلك نمسك على الحساب، لكن لازلنا الحقيقة متأخرين كثيرا في جانب الرؤية، ونسأل الله أن يجمع كلمة الأمة على سواء. شيخ شكري، أود رأيك في هذا، في هذه النقطة تحديدا قبل أن نمر إلى غيرها، مسألة اختلاف المطالع وبقاء المسلمين بهذه التفرقة كما قال الشيخ حسين، ساعات حتى يومين أو ثلاثة، يعني الناس تعيد وغيرهم يصوم يعني. نعم، هو أخي الكريم طبعا تصديقا وتصديقا لكلام شيخنا أيضا في قضية الرؤية، للأسف الشديد أن هذا الاختلاف هو خلاف أو اختلاف ناشئ عن أقوال مدارس يعني، وليس اجتهادات القاصرين. ولهذا اليوم حتى الذين كما قال الشيخ اليوم علم التنجيم الذي قال به بعض حتى من أئمة الشافعية قديما، وابن تيمية رحمه الله رد على ذلك وقال بأن العلم ذاك العلم يختلف، يعني الآن لما نجو نتكلم عن هذا العلم اليوم هو العلم اليوم يختلف عن علم التنجيم. اليوم الحساب أصبح دقيق، يعني ولادة الهلال أصبحت دقيقة، رؤيته أصبحت الرؤية، هو هناك خلاف بين الرؤية وبين الميلاد. ولهذا ابن تيمية نفسه، ابن تيمية وهو أحد يعني أعظم رؤوس المدرسة السلفية القديمة، يقول بأن ما سمي الهلال هلالا إلا لاستهلاله، وما سمي الشهر شهرا إلا لاشتهاره بين الناس. فهو يقول في الفتاوى، يقول بأن المقصد الشرعي أنه لو أن الناس اجتمعت وصاموا أو أفطروا وكان اجتماعهم على الصيام وعلى الإفطار حتى دون الرؤية لكان هذا أولى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ماذا يقول؟ قال فإن غم عليكم، فإن غم عليكم يعني حينما تحجب الرؤية فهذا دليل على أن الهلال قد يكون موجودا في الأفق، لا يعني أنه ليس موجود، ولكن قال فإن غم عليكم فأتموا. ولهذا المقصد الشرعي اليوم يعني نستطيع أن نقول، وخاصة يعني في الدول الغربية والشيخ أعلم بواقعهم، هو قد يكون الاجتماع أولى، ولكن نحن للأسف الشديد أصبحت الأمة اليوم تتفرق على أتفه الأسباب. يعني شوفوا حتى في الإفطار، حتى في زكاة الفطر أيضا. نعم. يعني كل شيء هناك أصبح عندنا تضخم في المسائل الجزئية، أصبحت القضايا الجزئية هي التي تشغل القضايا العامة اليوم في الأمة، وأصبحت القضايا الكبرى التي تهم الأمة اليوم أصبحت هي القضايا الجزئية للأسف الشديد. ولهذا شكري. اليوم نحن نحتاج فيها يعني كلامك مهم جدا، لأنه عملية عدم الاعتماد على العلم الدقيق الذي هو مطلوب شرعا، يعني الأخذ به واعتماده لتنظيم حياة الناس، لتنظيم عطل الناس، خاصة في دول الغرب هنا ليس كما تقدم طلبا لعطلة العيد قبل شهر كما تقدمه ليلة طلب العطلة، فيعني يساعد كثيرا حتى المسلمين في الغرب على تنظيم حياتهم. لكن هناك صورة أخرى سلبية تعطى حينما يعتمد الكثير على نصوص اجتهادات هنا وهناك، وكأن العلم يسعى إلى توحيد الناس أو توحيد المسلمين، والمسلمون تفرقهم النصوص الشرعية، يعني هكذا يفهم، وكأن النصوص في هذه النقطة تحديدا صارت تفرق المسلمين عوض أن توحدهم، هكذا يفهم أو هذا الفكرة التي قد يأخذها البعض أو يلاحظها البعض. هو أخي الكريم النصوص لا تفرق، لكن الفهم الأعوج للنصوص هو الذي فرق الأمة، الفهم الأعوج للنصوص هو الذي فرق الأمة. ولهذا نحن يعني على الأقل في عالمنا العربي والإسلامي غير المجتمعات الأوروبية، حتى أن أهل العلم يعني قالوا بأنه، وأظن أن ذلك شيخنا الشيخ القرضاوي قال بأن يؤخذ في الصيام على الأقل يؤخذ بالحساب الفلكي في النفي لا في الإثبات. يعني هناك تجد أن إذا قال العلم بأن الهلال غير موجود الآن ولم يولد، بل علّه حتى لم يولد،
ويأتي بعض الناس ممكن يقول بأنه ولو جاء بشاهد أو بشاهدين وغير ذلك، ويأتي هنا قالوا بأنه لا يؤخذ به. ليش؟ لماذا؟ لأن الرأي الظني خالف الرأي القطعي. فالعلم الفلك في قضية ولادة الهلال وفي إمكانية رؤيته في عدد من الساعات، وهناك اختلاف حتى بين الفلكيين في ذلك، فقالوا هنا يؤخذ به في النفي. لا يمكن أن نحن ممكن نصوم أو نفطر على حسابات ظنية مقابل حساب ظن قطعي الثبوت أصبح. ولهذا الشريعة الإسلامية تؤيد ذلك لا شك. لكن للأسف الشديد كما قلت أخي الكريم، وابن تيمية له في هذا كلام مهم جدا، يقول بأن الناس إذا اجتمعوا ورأوا أن ذلك صوم فإن هذا الصوم يقول، وقال حتى يوم عرفة، يقول بأنه هو اليوم الأفضل عند الله لاجتماع الناس، لأن الشيخ يركز على المقصد الشرعي. نعم. والشيخ هو من علماء المقاصد. للأسف نعم. الشديد رأينا أن بعض المدارس التي تزعم وتقترب من ابن تيمية عليه رحمة الله بعيدة عن رؤيته في مثل هذه المسائل المقاصدية. مهم جدا هذا ما أردت، يعني أن الإنسان أن لا يبقى متشبثا بفروع الفتوى أو الاختلاف في الفتوى بين زمن وزمن، ويغفل مقصد كبير اللي هو وحدة المسلمين. شيخ حسين، بناء على كل هذا الموضوع حتى نغلق أو نمر، يعني بما تنصح أنت المسلمين؟ هل باتباع الحساب الذي يعني يصدر حتى قبل فترة، أم الأفضل وفق المقصد متاع إبقاء الناس متحدين، يعني أنهم يلتزمون بفتوى بلدهم الذي يعيشون فيه؟ يعني احنا شيخنا الإمام ابن القيم في الجزء الثالث من كتابه إعلام الموقعين في أول صفحة يقول: فصل، الفتوى تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعدد، إلى آخر مقال. نحن إذا كانت الفتوى في القديم هكذا نظرا لعدم وجود يعني وسائل الاتصال والتواصل، فاليوم أعتقد ليس لدينا عذر. إحنا إذا كان إخواننا في المشرق حتى ما في عندهم مشكلة أنهم ينتظروا ليلة العيد أو ليلة رمضان ليعلنوا أو ليلة العيد، ليست عندهم إشكالية. لا، إحنا عندنا إشكالية كبيرة سيدي، كبيرة جدا، لأن كثير من المساجد كما تعلم حضرتك في الغرب لا تسعى الناس لصلاة التراويح، ولا تسعى الناس كذلك لصلاة العيد. فبالتالي لابد من استئجار قاعة. استئجار القاعة هذا يتم بآلاف اليوروهات، ليس بعشرة ولا عشرين ولا مئة ولا مئتين ولا ألف، ده بآلاف، يصل أحيانا إلى ربما في اليوم الواحد 3000 و4000 الساعة إلا يصلوا فيها تراويح أو ساعتين، تمام. وفي العيد يصل أحيانا إلى 10000، لأن الصالة بتكون كبيرة تسع الآلاف من أهل الصلاة. فعندما أنا أذهب إلى النادي لأقول له أنا لا أعرف متى يأتي عيدي، إما غدا إما يوم 29 وإما يوم 30، فيقول لي أنا لا أستطيع. صحيح. أن أؤجر لك النادي الذي تريد أن تصلي فيه لصلاتك، إنما لابد أن تحسم أمرك. وإذا قلت طيب دعني أؤجر ليلتين، هذا يعني أني أرمي أموال طائلة هكذا بلا فائدة. صحيح. هناك أناس يموتون، وأحوج ما يكون إلى ربما يورو واحد من هذه الألاف المؤلفة التي تطلق. طيب. هل هذا مقصد الشريعة الغراء؟ لا يمكن أن يكون بهذا. عندنا كما أنت حضرتك لفت النظر إلى الإجازات السنوية والإجازة في الأعياد، وعندنا كذلك الامتحانات بتاع الطلاب عندما تأتي في أعيادهم أو في مثل هذه الأمور. كان بإمكاننا لو عندنا رزنامة ثابتة أن نتصل بالمسؤولين وأن نقول لهم حدث هذا فعلا، يعني حدث هذا من قبل، يعني قبل سنين اتصلنا ب يعني الاتحاد الأوروبي قال لنا ائتونا بتقويم ونحن نناقش الأمر. أما أن تقولوا لنا نحن لا نعرف التقاويم ولا نعرف متى رمضان ولا نعرف متى العيد، فكيف بالله نحدد لكم أياما تكون عطلة لكم؟ ومن العجيب أن هناك دول كبيرة تتخذ الهلال
تقويم زي اليابان وغيرها، ومع ذلك لا زال المسلمون يعني متأخرين في هذا الجانب. لذلك الذي أنصح به أن يتبع المسلمون ما صدر عن الاجتماع العالمي للتقويم، والذي يعني اتفق فيه علماء الأمة يومئذ على أن يأخذوا بالتقويم الموحد. طيب، لكن شيخ، هل هذا يجري كذلك على المسلمين في الدول المسلمة؟ لأنه نجد في كثير من الدول المسلمة من ينتظر دولته أن تعلن، وهناك من يرفض ذلك ويقول لا أنا أتبع الحساب، وهناك من يرفض اتباع دولته ويتبع ما تعلنه السعودية. فنصيحتك اعتماد الحساب حتى ولو خالف الدولة المسلمة التي يعيش فيها، أم أنه الأولى من حيث تجميع كلمة المسلمين هو أن يتبع ما تعلنه دولته المسلمة؟ أنا أتكلم عن المسلمين في الغرب يا سيدي. نعم، لا هذاك واضح، أقصد باقي المسلمين. البلاد الإسلامية التي فيها هيئات وإدارات هي التي تتولي الإعلان، فأنا علي أن أتبعها سواء كانت مخطئة سواء كانت على صواب، هي التي تتحمل بين يدي الله سبحانه وتعالى، حتى لا أشق عصا الأمة من اجتماعها. وما يحدث من بعد الشباب من تهور ويقولون لا نحن لن نصلي، هذا أمر خاطئ ولا يجوز شرعا بحال من الأحوال. لا يجوز ما يصنع بعض الشباب من مخالفة الإدارات الدينية التي تعلن عن مواقيت الأعياد، لا يصح بأي حال من الأحوال. لكن نحن نتكلم عن المسلمين في الغرب، عندنا مشاكلنا في مثل هذا، لأن في الشرق ما عندهم مشكلة، يعلنوا أن العيد يكون غدا، المساجد تسعى ما شاء الله، إذا لم تسعى المساجد مفاتيح الأندية ومفاتيح الأماكن التي يصلون فيها بيد المسؤولين يفتحونها. أما عندنا هنا في الغرب، أنا آسف، فعندنا إشكالية، لأننا نذهب لنستأجر قاعات للصلاة، ولذلك نحن بحاجة إلى أن يكون أمرنا منظما من قبل حتى يعني نستطيع أن نأخذ بالأمر ونستأجر القاعات التي نصلي فيها التراويح، نستأجر الأماكن التي نصلي فيها العيد وهكذا. نعم. من تونس الباحث في الفكر الإسلامي الدكتور أحمد الأبيض انضم إلينا عبر خدمة سكايب. دكتور، مرحبا بك وأشكرك شكرا جزيلا لقبول الدعوة، وأبارك لك هذه الأيام المباركات التي ستفضي بنا إلى رمضان بحول الله. نسأل الله أن يعيننا على صيامه وقيامه وأن يتقبله منا. فلسفة الصيام دكتور أحمد، البعض يسأل لماذا نصوم؟ هناك عائلات فقيرة تصوم السنة كلها، لماذا تصوم كذلك شهر رمضان؟ ماذا يستفيد المسلم، أو ما هي المعاني التي لابد أن تكون حاضرة حتى يكون صيامه صياما ما يمكن نسميه صياما واعيا، أي أنه فاهم لماذا يقوم بهذه الطاعة؟ مثل هذا السؤال، بعد التحية والسلام، ونسأل الله أن يبارك أيامنا ويتقبل صيامنا وقيامنا ويأذن بفجر خلاص من الأمة يا كريم. قلت مثل هذا السؤال يفترض أن المشكلة في الطعام، وهناك من لا يجد طعاما، ولكن الصوم أكثر من ذلك. الصوم هو عن الطعام والجنس وعن كل ما فيه إذاية. من لم صام ولم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذه واحدة. الثانية، أن الصيام مدرسة ودورة تأهيلية لتخريجنا في مستوى قيمة عليا في إسلامنا، وهي التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهدف الصيام الأساسي هو تعليم الإنسان التقوى. والإنسان في واقعه العادي محكوم بالضرورة والغريزة والحاجة، فيأتي رمضان ويقول له أنا بإرادتي أقرر ما الذي أفعله،
ولذلك يصبح المحدد في سلوك الإنسان هو ما تريده أنت، لا ما تفرضه عليك الغريزة والحاجة والضرورة والإشهار وغير ذلك من المؤثرات التي تراودك عن نفسك وتريد أن تقرر بدلا عنك. أنت في الصيام تتعلم أن تكون سيد نفسك، وبالتالي هذه الدرس الأول الأساسي في 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 رمضان. والتقوى تجمع بين أمرين، الأمر الأول هي وعي حاد بالعالم ما فيه من إيجابيات وسلبيات، وتقرر أنت ألا تتورط في الإيجاب في السلب عفوا فيما يمكن أن يعلق بنفسك وبعقلك وبممارساتك من سلوكات خاطئة. سأل عمر بن الخطاب كبير القراء ما التقوى، سأله لا أجابه الآخر بسؤال، أجابه بسؤال قال أما سلكت طريقا فيه شوك؟ قال بلى. قال ماذا فعل؟ قال رفعت ثوبي، أي حتى لا تعلق بها الأشواك، وأخذت حذري حتى لا أتورط في مكان فيه شوك، ثم واصلت مسيري. وهذه هي التقوى، هي أن تفهم في واقعك ما هي إيجابياته وسلبياته، وبالتالي أنت في الصيام الذي يقرر فعلك تحدده الإرادة وتحدده وعيك، وبالتالي تحدده البنية الذهنية والقيمية التي ترجع إليها، وعلى ضوء فهمك للواقع تحدد إيجابيات وسلبيات ثم تقتحم الواقع. وبالتالي هذا الدرس الأساسي من الصيام، والطعام جزء منه، هذا الإحساس بالجوع. ولذلك يروى أن يوسف عليه السلام سئل كان كثير الصيام، قيل له لماذا تصوم وأنت تشرف على خزائن مصر جميعها، ومصر وقتها سيدة الدنيا حقيقة وأم الدنيا مش وهما كما هو الحال في مرحلة التخلف والانحطاط. قال حتى لا أنسى الجائع. وبالتالي الذين هم في وضع ميسور هؤلاء في حاجة يتذكروا الجياع، ولكن الصيام أوسع من ذلك وأكبر. طيب الشيخ شكري الحاسي، ما هي شروط الطاعة حتى تجعل رمضان وصيامنا فيه صياما اجتماعيا؟ لأن شهر رمضان ليس فقط لعلكم تتقون أنتم في ذواتكم، هناك كذلك فائدة مجتمعية تحصل مع الصيام، ولابد أن تكون بارزة في أذهان المسلمين وهي تكمل تمام صيام المسلم. ما هي هذه الفائدة الاجتماعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، طبعا نحن دائما أركز على كل الأسئلة التي تطرحها وكل الإشكاليات التي نعيشها هي مبنية على تصوراتنا الخاطئة، ولهذا الخلل في فقه الأولويات هو الذي أحدث لنا هذا الفساد، سواء كان في باب العقائد، سواء كان في باب العبادات، سواء كان في باب الأخلاق. كل هذا الفساد الذي نعانيه، كل هذا الخلل، كل هذه الإشكاليات التي نعانيها في كل موسم، هو السبب الرئيسي في ذلك، هو الإخلال بفقه الأولويات. ولهذا الشريعة الإسلامية وهذا الدين العظيم كيف أنه ركز على العبادة الجماعية فهي مقدمة على العبادة الفردية، ولهذا تجد صلاة الجماعة تفوق على صلاة الفرد ب 27 ضعفا، تجد الإفطار الجماعي له دور. الإسلام جاء من أهدافه الكبرى ومن مقاصده الكبرى، الأهداف الفلسفية الكبرى هو الجمع، جمع الناس ووحدة الناس وعدم تفريق الناس. فهذا الذي نراه اليوم هو الإسلام لا شك أنه لا يدعو إليه، ولهذا نحن اليوم في حاجة إلى أن نعيد وإعادة بناء المفاهيم والتصورات الحقيقية للإسلام. فمن هذه المعاني التي تكلمت عنها الآن أخي الكريم هو قضية التكافل الاجتماعي. فالإسلام يركز اليوم، نحن نرى أيضا حتى مفهوم الالتزام ومفهوم الاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى اختل عند الناس. نرى أن
كل حينما ترى بعض الناس يلتزم بالهدي الظاهر مثلا ويلتزم بالأشكال وبالطقوس ولكنه لا يلتزم بالجواهر والمعاني. ولهذا الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن إبراهيم قال إلا من أتى الله بقلب سليم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وحديث إنما الأعمال بالنيات الذي قال عنه الإمام أحمد هذا الحديث ثلث الدين. فكل هذه الأشياء للأسف الشديد، أيضا المعاني الاجتماعية، الساعي على الأرملة واليتيم، على الأرملة واليتيم كالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر، تجد هذه المعاني العظيمة، هذه الرحمة بين الناس، التكافل، البحث عن الفقراء، البحث عن المحتاجين. ما من أهل عرصة يبيتون وفيهم جائع إلا وبرئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره بجنبه جائع وهو يعلم. كل هذه المعاني يا أخي الكريم بدأت تنحصر في من مفهوم العبادة للأسف الشديد، وأصبح مفهوم العبادة هو المفهوم القاصر على الأشياء الجزئية أو على الأشياء الفردية فقط. هناك معاني كبرى يسعى الإسلام لتحقيقها، من ضمن هذه المعاني التي يسعى الصيام لتحقيقها لا شك هو التأليف بين قلوب الناس، النظر إلى الفقراء، إلى الأيتام، أيضا الموظفون عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، أصحاب المصارف، الرؤساء، الوزراء عليهم أن يلتفتوا إلى الفقراء في هذا الشهر، عليهم أن يتفقدوهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. فكل هذه المعاني للأسف الشديد ضاعت في حس الأجيال الأخيرة اليوم، نحن بحاجة إلى أن نعيد، وهذا هو واجب الخطباء والعلماء على أن نركز على كل هذه شيخ المعاني. شكرا. وماذا أن يقول لك المسلم نحن الآن في وضعية لا تسمح لنا بالصدقة ولا بالتكافل الاجتماعي، كل شيء غالي، غلاء الأسعار، ندرة الأسعار في هذا الشهر الكريم، هل هذا ينفي استمرار هذا المقصد مع هذه الحاجة ومع هذا الضغط المعيشي للأسر؟ لا والله أخي الكريم، بالعكس، الله سبحانه وتعالى لو فعلنا ذلك لعمت البركة. نعم، من الأسباب أيضا ومن المقاصد الشرعية هي وجود البركة بعد ذلك حينما يجتمع. ولهذا الاجتماع على الطعام. نعم شيخ، شكري، انقطع اتصال به، ربما نرتب الأمر. شيخ شكري، كل هذه المعاني. نعم أخي، نعم، كان الخط قد انقطع، تفضل واصل، تفضل. من المعاني بالعكس، يعني نعم يبدو فيه مشكل. وتعالى لا شك أننا سيكون الحال أفضل وسيكون حالنا ستزداد البركة، فالبركة ليست في كثرة المال ولا في، وإنما البركة قد تكون في القلة وليس في الكثرة. بل إن حتى أمتنا اليوم الأمة كثيرة، اليوم ملياركم لا خير فيه كما قال الشاعر، كأنما وضعت وراء الواحد الأصفار. فهذه المعاني العظيمة لو تطلعت إليها الأمة وتطلع إليها الناس لا بل عكس لازدادنا غنى. بل إننا نجد اليوم حتى الثقافة اليوم رمي، اليوم تجد المكبات القمامة تجدها مليئة بالأطعمة، وفي الوقت الذي تجد فيه كثير من المسلمين يعيشوا يعني يبيتون جوعا الآن. وهذا دور الحكومات أيضا للأسف الشديد، هذا دور الحكومات هي التي تملك اليوم إخواننا في سوريا، إخواننا المشردين في اليمن، في كل مكان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبل السلام. أمين يا رب العالمين. شيخ حسين، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ومن لم يدع، والحديث الآخر، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ماذا نفهم من هذين الحديثين؟
شوف يا سيدي، الصيام كما قال الإمام الغزالي شيخ الإسلام عليه رحمة الله يعني على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى صيام العوام، وهو الذي يصوم عن الطعام والشراب ويحرم نفسه ملذات الحياة فقط، لكن جوارحه لا تصوم عن المعاصي ولا عما يغضب الله سبحانه وتعالى. وهذا ربما الذي عناه الحديث الذي ذكرته: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. الصنف الثاني أو المرتبة الثانية من الصيام صيام الخواص كما يذكرها، وهي مع صوم المعدة وعن الطعام والشراب وصوم الفرج، تصوم كذلك الجوارح عما يغضب الله سبحانه وتعالى. يصوم اللسان، تصوم اليدان، تصوم الرجلان، جوارح المسلم يعني الظاهرة هذه تصوم عما يغضب الله سبحانه وتعالى. فهو لا ينشغل لا بغيبة ولا بنميمة، ولا إنما ينشغل بكلام الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى تاليا، وبالصلاة وبالعبادة وبالذكر، وهكذا حتى يستفيد من صيامه. لكن هناك مرتبة عليا ذكرها الإمام الغزالي، وهي صيام خواص الخواص مع صيام الجوارح الظاهرة. يصوم القلب، بل يصوم الخاطر نفسه عما يغضب الله سبحانه وتعالى. المقصد كما قال إخوتي الكرام من يعني من قبله، ليس الجوع وليس العطش. الله سبحانه وتعالى أعنى وأكبر وأعظم من أن يعذب إنسانا بجوع أو بعطش بحرمان، وإنما هي مدرسة تربوية. مدرسة الصيام هي مدرسة تربوية تعلم الإنسان وتربيه وتأخذ بيده إلى مسالك الخير كله، ولذلك هي مدرسة جوامع الخير. في أي باب من أبواب الخير أردت أن تحصل ستجد هذا الباب موجودا عندك في شهر رمضان، موجود في شهر الصيام هذا الباب، باب الخير. يعني باب الجود، كان النبي أجود الناس، كان أجود ما يكون في رمضان. باب وبالمناسبة يعني أحب أن أقول بأن الأمة ليست فقيرة، وما يعني يقال من أن الناس فقراء ولا يجدون، لا، الأمة غنية بفضل الله. نعم عندنا فقراء لا شك، لا ننكر أن هناك فقراء، لكن أيضا عندنا كبار الأغنياء في العالم من المسلمين. ثروات العالم جلها في أرض الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. لو أن استغلت وأعطي حق الله جل وعلا فيها ما رأيت سائلا ولا مسكين. ورحم الله شيخنا الشعراوي عليه رحمة الله كان يقول: إذا رأيت في قرية مسكينا فاعلم أن فيها غنيا أحجب عنه حق الله في مال. نعم نعم، هكذا. عندما ترى أي فقراء في البلد، انظر إلى الأغنياء أين. إحنا يعني أنا آسف، المليارات اللي بعدها التي ربما لا أعرف أن أنطق بها، هذه الأسفار التي لا حد لها عند بعض الناس. كان أحد الأغنياء لما سئل: كم عدد ثروتك الآن؟ قال: يعني الآن قبل أن أتكلم ولا بعد ما تكلمت ولا، لا يعرف، لا يعرف، لأن ثروته في كل لحظة تزداد وهو من المسلمين. فلذلك نحن علينا معشر المسلمين أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعرف كل إنسان منا حق الله سبحانه وتعالى في نفسه، وحق الله في ماله، حق الله في أولادي وفي بيتي، حق الله فيما أتاه من سلطان. الحاكم يعرف وظيفته ويعرف رسالته، والمحكوم كذلك.
كل إنسان يعرف ما له وما عليه يستقيم أمر الأمة بإذن الله. دكتور أحمد الأبيض، فيما يتعلق بحياة المسلمين في شهر رمضان، البعض يقول ربما هذا الشهر هذه السنة سيعود على المسلمين في حال قد يكون أسوأ من حال السنة الماضية. لا أدري هل الأمر كذلك بالنسبة إليك أم لا، وإن كان فعلا كذلك أن حالهم أسوأ، لماذا لا يستفيد المسلمون؟ يعني وين المشكل بالضبط؟ أين الخلل؟ لماذا لا يؤثر الصيام وهذه الطاعة العظيمة في سلوك المسلمين؟ لماذا لا يكون الصيام فعلا محركا من محركات أخرى يعين المسلم على الدفع نحو الأمام بمعنى التحسين والإضافة والاستقامة؟ نحن هنا إزاء مسألتين. المسألة الأولى هي الصيام الجماعي، أن الناس يصومون ويفطرون في ذات الوقت. هذه ظاهرة اجتماعية مهمة تخترق الحدود وتحسسنا بأمة الإسلام العالمية، وتحسسنا أننا لسنا وحدنا وأننا مع آخرين، ونشعر بالناس ويشعر بنا الناس، وقضية التزاور في رمضان وحضور صلوات التراويح والبيع والشراء. هذه ظواهر مهمة ومحركة للدورة الاقتصادية ومحركة للجانب المشاعري والعاطفي، وفرصة للحوار مع الله من خلال تلاوة القرآن الفردية أو الجماعية أو خلال صلوات التراويح وغير ذلك. هذا الجانب متجدد ويعيد الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وكثيرون هم الذين يتوبون في رمضان، وإن شاء الله تستمر توبتهم وعودتهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. الزاوية الثانية هي أننا متخلفون عن إسلامنا، متخلفون عن قيمنا، متخلفون عما يراد لنا من جانب القيم الإسلامية لأسباب كثيرة، الانحطاط، الاستبداد، تبديد ثروات الأمة في خدمة الدوائر الاستعمارية وما شابه ذلك. فراد الأمة هؤلاء لا حول لهم ولا قوة، فهم مغلوبون على أمرهم وفي واقع القهر والتخلف. ماذا تنتظر من سجين أن يفعل؟ وبالتالي ليس من حقنا ولا من واجبنا أن نحمل الناس أكثر ما يطيقون، ولكن علينا أن نفكر في دور العلماء والمفكرين والمثقفين والذين هم قادرون على القيادة والريادة لتحريك وعي الأمة وإخراج الأفراد من فرديتهم وجعلهم ينخرطون في تيارات اجتماعية كفيلة بأن نقرر أن نبدأ بداية جديدة ونولد من جديد. لأن الصيام من صام رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كيوم ولدته أمه، رمضان يراد لنا فيه أن نولد من جديد. وكذا الحج، من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وبالتالي نريد من الصيام أن نولد من جديد، وأن يفكر الناس بأنهم ينطلقون أو يبدأون بداية جديدة، دعنا من الماضي. وبالتالي هذا يحتاج إلى تحريك للعقول، تحفيز للمشاعر، ويحتاج إلى تأطير وتنظيم. لا، بدون ذلك تبقى محاولات طيبة ونوايا طيبة ولكنها قاصرة على تحقيق أهدافها. وعلينا أن ندرك أيضا ونستوعب أن أطرافا كثيرة محلية وإقليمية ودولية لا تريد لإسلامنا أن يكون، وبالتالي هم حريصون على تشويه القيم الإسلامية وعلى إدماج ظواهر مرضية لا تمت للإسلام بصلة، مثل ما حدث مرة بمناسبة مولد النبوي الشريف في المدينة الرمزية في تونس التي يحتفل فيها التوانسة بالآلاف بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، بدعوى المناسبة هذه حفل راقص خليع وما نعم. شابه ذلك. أي علاقة بين القيم الإسلامية وهذا؟ وبالتالي ثمة جهات تريد أن تستثمر في مثل هذه الأوضاع وتغير وجهتها غير الوجهة السليمة. نحتاج إلى جهد كثير، نحتاج إلى أمل أيضا وعدم اليأس.
شيخ شكري، فيما يتعلق بالصيام جنة، يفسرها أهل العلم بمعنى الوقاية. لو أردنا أن نوسع هذا المعنى، معنى الصيام جنة سواء فيما يتعلق بالذنوب والخطايا، أو جنة فيما يتعلق بالمجتمع، مجتمع الصائمين، يعني كيف نفهم ذلك؟ بس أخي كريم دعني أعلق يعني على سؤالك الماضي. يعني أقول بأن الأمة اليوم، نعم الأمة اليوم تعاني إشكاليات كثيرة. يعني لا نريد أن نحمل الناس كما قال الشيخ الكريم، ولكن نحن نطالب الناس ونطالب العلماء والدعاء عليهم أن يشهدوا الهمم وأن يرشدوا الناس. وإلا فإن لا شك أننا في مرحلة الإسلام يعيش فيها اليوم في مرحلة غربة بين الأنظمة والحكومات، وهذا هو الخلل الكبير. اليوم الدول تستطيع أن تعمل أكثر مما هو متاح، ولهذا إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ولكن هذا هو الموجود اليوم. نجد أن أمتنا يعني كل هذه المعاني، كل هذه القيم، نجد اليوم الصراع، اليوم نجد تكميم الأفواه بالنسبة للعلماء وبالنسبة للدعاة الصادقين المخلصين الذين يريدون أن يرشدوا الأمة حتى يستفيدوا من مثل هذه المواسم العظيمة. لا شك أن هذه معضلة كبيرة جدا، وهذا عائق من العوائق التي تمنع الأمة عن الانطلاق. ولكن مع كل هذا نقول بأن الأجر سيكون مضاعف، لأننا اليوم يعني لا نجاهد أنفسنا فقط، وإنما نجاهد اليوم حتى في كل هذه الوقائع السياسية الداخلية والخارجية التي يعني تريد أن تعوق الأمة. ولهذا نجد اليوم، ولعلني أستشهد بالعز بن عبد السلام عليه رحمة الله، حينما طلب منه نجم الدين أيوب سلطان العلماء، نجم الدين أيوب طلب من العز بن عبد السلام عليه رحمة الله، طلب منه أن يجمع من الفقراء ومن الناس، أن يجمع من الفقراء ومن الناس، أن يجمع منهم الأموال ولأجل الحرب ولأجل الدفاع. فقال له بأهلك نبدأ، يجب أن تأتي أولا بالذهب الذي هو مكنوز في خزائن زوجتك وجندك، ثم بعد ذلك هذه المعاني. لا شك أننا نحتاج اليوم من العلماء أن يبدأوا بها، ولكن كما قلت اليوم الخطر والضغط على الأمة أكثر من أي وقت ماضي. الوقاية، لا شك أن الوقاية بالمعنى العام الإسلام، فعلا هناك معنى عظيم للوقاية، معنى عظيم للجنة، فهو جنة من الذنوب والمعاصي، جنة من الأمراض. نلاحظ اليوم، حتى اليوم الطب يقول بأن الصيام هو يعني أصبح اليوم علاج كبير جدا لكثير من الأمراض. فالصيام لا شك أنه جنة للأجساد، جنة للأرواح، جنة للعواطف أن تزيغ، جنة للأسرة أن تنحرف، جنة للمجتمع أن يضيع، جنة للأمة أن تضيع. لأننا كما قلنا بأن الفتوحات وبأن الأمة كانت في عز مجدها، كانت كل ذلك في رمضان، فشهر رمضان هو شهر الخير، شهر الذي تتفتح فيه البركات، تتنزل فيه الخيرات، تصفد فيه الشياطين، تطلق فيه الطاقات، وكل هذه المعاني كما قلت نحتاج من العلماء أن يبينوا للناس وأن يأخذوا دورهم في الدعوة والإرشاد. دكتور شيخ حسين، يعني هناك فرص حقيقة يعطيها المولى تعالى للمسلمين ليتداركوا ما فاتهم طيلة السنة كلها، وربما رمضان أحد أهم هذه الفرص، لكن الواقع لا يتغير كثيرا. هل يعني فعلا لا يعي المسلمون قيمة هذه المناسبات التي تحييهم وتعيدهم إلى الجادة؟ هل هناك، ما سبب ذلك؟ يعني عدم إعطاء القيمة المطلوبة لهذه الفرص أم ماذا؟
الإمام علي رضي الله عنه يقول: من استوى يومه فهو مغبون، أو كما يقول في رمضان يعني، ومن استوى رمضاناه إنجازت العبارة فهو مغبون كذلك يبدو. فكثير يقول أنه ليس هناك اجتهاد مقابل للتحدي الذي تعيشه الأمة، ليس هناك اجتهاد من المسلمين يعني في فهم دينهم والالتزام به يوازي هذا التحدي الذي يبذله غيرهم وخصومهم وأعداؤهم كذلك من أجل صدهم عن دينهم. لماذا هذا القصور أو التقصير برأيك؟ نحن برضو لابد أن نكون واقعيين، نحن نتعامل مع نفس بشرية، هذه النفس البشرية الإنسانية القرآن الكريم تعامل معها على سجيتها، ولاحظت السنة النبوية ما يكون فيها من تقصير، وهذا الأمر طبيعة البشر، نحن لسنا ملائكة يا سيدي، نحن بشر والبشر فيه، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أيضا نحن الحمد لله يعني نستبشر خيرا بالأمة، والخير في هذه الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى إلى أن تقوم الساعة. لكن كما قال إخواني الأحبة الكرام قبلي، بأن الأمة بحاجة إلى أن تتفتح، وبحاجة إلى أن تنفتح على دينها وعلى إسلامها، سترى منها العجب العجاب. نحن الأمة يعني عليها ضغوطات كثيرة، سواء كانت ضغوطات من عدوها، من أعدائها من الخارج، ضغوطات من الداخل يا سيدي، من كثير من أنظمتها التي تحكمها، يعني من بعض أو من أيضا من بعض علمائها، يعني هكذا ربما الذين بعضهم يسبح بحمد الحاكم أو يجرون الأمة إلى خارج الصواب والجادة، وما ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة إلى عمل كثير، الأمة بحاجة إلى جد وبحاجة إلى اجتهاد، لكننا لا نيأس بفضل الله سبحانه وتعالى، أبدا لا نيأس. وأنا أعرف يعني أنا مثلا لما أجي أتصور المد الإسلامي يعني في بلاد الإسلام، ولا أحب أن أنا أركز على مكان دون مكان حتى لا أصرف إليه الأنظار، لأن مشكلة يعني. لكن الحمد لله أنا أرى أن الأمة لا زال فيها الخير ولن نيأس، لكن علينا أن نعمل، علينا أن نتحرك، علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله سترى الخير الكثير بإذن الله. شيخ دكتور أحمد الأبيض، أحول لك هذا السؤال أود رأيك فيه. يعني تضيع الفرص وكأنها صارت يعني صمة يتسم بها كثير من المسلمين، المولى تعالى يعطيهم فرصة لا يقدرونها حق قدرها، تضيع والسنة المقبلة وهكذا، في حين أن نصوص الدين تحث المسلمين على استغلال هذه، إن لله في دهره نفحات ألا فتعرضوا لها كما جاء في الحديث. فلماذا يبخل المسلمون على أنفسهم بالاستفادة من مثل هذه الفرص؟ أنا أقدر أن مسار التاريخ لواقع الأمة هو مسار تقدمي، برغم كل المحاولات والإعاقات، ولكن لو أني أستعرض التاريخ من عام 60 مثلا إلى الآن، نلاحظ أن هناك تقدم في الالتزام بالإسلام، هناك رموز ومفكرون في العديد من الأقطار، هناك كتابات فيها إضافات نوعية في لدى العديد من الباحثين، هناك انتشار للظاهرة الإسلامية أكثر في أوساط الشباب في الغرب، هناك إقبال على الإسلام واكتشاف له برغم محاولات التشويه له. وبالتالي أنا أحسب أننا نمضي رأسا نحو مستقبل إسلامنا أو نحو وعود الإسلام، إذا أردنا أن نستعير العبارة من روجي جارودي. هذه واحدة. الثانية أن الفرص أكثر بالتأكيد، ولكن عندما نراجع كتابات
خير الدين التونسي مثلا في كتاب يقوم بمسالك في معرفة أحوال الممالك، أو كتاب الكواكبي في طبع الاستبداد ومسار الاستعباد وغير ذلك من المفكرين والباحثين، نجد أن مشكلات الآن لها قرن من الزمان لازالت معتقة، ولا زال الماسكون في الكثير من الحالات بأمور المسلمين ليسوا في مستوى لحظة التاريخية، وفي الغالب هم توابع لجهات غربية متنفذة، والغرب يبحث عن مصالحه، هذا حقه، وإلى متى نحن لا نفكر في مصالحنا؟ والكلام هذا ليس موجه للمسلمين فقط بل والمتدينين، متوجه لكل الناس، متوجه للذين هم في صدارة المجتمع، للذين يحكمون. لماذا يميلون للاستبداد؟ لماذا لا يفتحون مجالات الحرية؟ لاحظوا معي إفريقيا الآن، إفريقيا السوداء الآن الحرية فيها بشكل متزايد وتقدم على المستوى الاقتصادي. رواندا بعد كل الكوارث الآن تحقق نمو اقتصادي برقمين عفوا، وهكذا الدولي. لماذا لا يفكر حتى يخوح لكن نعمل حاجة باهية؟ علاش ما تعملوش حاجة تحسن الأوضاع؟ علاش البؤس والبلدان مهددة بالإفلاس والأرقام المنظمات العالمية تلفت الأنظار إلى مآسي تنتظر الناس، وبالتالي المشاكل متداخلة. ولكن أنا أقدر وأرجح أن مسار التاريخ تقدمي، وعلينا أن نحافظ على رؤيتنا المستقبلية التي نستشرف فيها إسلام الغد، إسلام الأمة، إسلام الحرية، إسلام الاستقلال، قرار وطني، إسلام تكون لنا الصناعة متطورة، نكون شركاء في اقتصاد الإنتاج واقتصاد الخدمات، ونعمل جاهدين، وهذا ليس بالمستحيل، لكن هذا يحتاج إرادات سياسية، يحتاج أحزاب، يحتاج جمعيات في المجتمع المدني. المجتمع المدني لازم ينشط في البلدان العربية والإسلامية حتى يقود إلى غد جديد، وربي يسهل في الخير إن شاء الله. طيب أختم بسؤال لكل واحد من الضيوف مشكورين طبعا، أبدأ بالأخ الشيخ شكري الحاسي فيما يتعلق برمضان اللي هو شهر التكافل كما أشرتم وأكدتم. هل من كلمة يمكن أن توجه للمسلمين طبعا، وهناك مجموعة من المسلمين تعيش ربما في مصيبة أحلت بها، اللي هي مصيبة الزلزال الذي حصل في شمال سوريا وجنوب تركيا، وخاصة السوريين الذين ضررهم أكبر ربما بهذا الزلزال. هل من كلمة توجه للمسلمين بشأن إخوانهم هناك في هذا الشهر؟ كثير من المسلمين، ملايين المسلمين ستصوم مع أهليها وفي بيوتها، وأولئك سيصومون في الخيام، وكثير منهم فقد كل عائلته تقريبا. بناء على يعني ما قاله ابن القيم وما ذكره شيخنا الشيخ حسين في أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، لا شك أننا اليوم نستطيع أن نقول بأن أيضا فريضة الزكاة والصدقة والتكافل الاجتماعي أيضا يتغير بتغير حال الأمة اليوم، وحال هذا الزلزال الذي دمر كثير من المآوي، ونحن نعلم المصيبة التي يعيشها إخواننا السوريون بالذات، رغم الألم ورغم التهجير ورغم ترك البيوت وكل هذه المآسي أيضا تلاهم الله تبارك وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. ابتلوا بهذا الزلزال الذي أفقدهم كثير من أحبابهم وإخوانهم، وأفقدهم منازلهم، فأصبح كثير منهم بلا مأوى، وأصبح كثير منهم جوعى. والذي نقوله لأمتنا المسلمة، للحكومات، للأنظمة التي تملك المليارات وتنفقها على التوافه، وللأغنياء أصحاب الأموال الذين ينفقون هذه الأموال على التوافه، نقول لهم رغيف خبز في بطن جائع خير من بناء الجوامع. فعليكم
أن تتقوا الله سبحانه وتعالى، وكذلك المسلمون جميعا عليهم أن لا يبخلوا، فغلب درهم 100 درهم. فهذا الذي نقوله لأمتنا اليوم وفي هذا الشهر، وأنتم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى وأمام إخوانكم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم البلاء جميعا. شيخ حسين حلاوة، كلمة للمسلمين بمناسبة هذه الكارثة التي أحلت بإخوانهم في سوريا وفي تركيا. والله يا سيدي، نحن أمة واحدة، هذه الأمة خاطبها ربنا سبحانه وتعالى بقوله كنتم خير أمة كذلك جعلناكم أمة، وأنا أصلي في صلاتي حتى لو كنت منفردا أستحضر معنى الأمة، إياك نعبد وإياك نستعين، نعبد بنون الجمع ونستعين كذلك بنون الجمع. اهدنا، حتى الدعاء أدعو للأمة كلها. الآن الأمة هناك طرف منها يعيش مأساة لا دخل لهم بها، وإنما قدرهم هكذا. فعلى كما قال أخي الحبيب شكري بارك الله فيه، على الإخوة أصحاب الأموال وعلى الإخوة المسؤولين وأصحاب المليارات أن يتخيلوا أن هذا هو آخر رمضان في حياتهم، فماذا يصنعون؟ هكذا الإنسان، إنسان لابد أن يتخيل، يستحضر، لأننا لا ندري هل نعيش. إحنا الآن بقي على رمضان يعني 6 أيام وهكذا، يوم الخميس القادم إن شاء الله أول يوم في رمضان أو 7 أيام يكون. نحن الواحد منا لا يضمن عندما يخرج النفس هل يعود أم لا، فما باله الإنسان منا يرحل عن هذه الدنيا ويترك ما وراءه لغيره. إليك ما قاله سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما سئل من أشد الناس حسرة يوم القيامة، أشد الناس حسرة، قال رجل جمع المال من حلال وحرام ثم مات وترك لورثته، هذا أشد الناس حسرة. فلما أن أترك نفسي لأقف هذا الموقف؟ لما لا أخرج زكاة مالي؟ وقد أفتى الفقهاء بما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم من قبله بجواز تقديم الزكاة، يقدمها الإنسان عاما أو عامين أو 3، هذه الزكاة. لكن أنا كلنا ننتظر أن نقدم الزكاة، إنما المال وينفقون كما قال ربنا ويطعمون الطعام على حبه، على حب أي على حب الطعام أو على حب الإطعام، الضمير قد يعود إلى الأمرين، مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. سأل الله أن يبلغ الأمة رشدها، نعم، وأن يهدي أغنياءها وحكامها وحكماءها وعلماءها والأمة جميعا إن شاء الله إلى الصواب والخير. دكتور أحمد، في ذات الإطار في هذا المعنى كلمة؟ لعلنا في حاجة أن نستدعي قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ها هو وقت الصدقة الممكنة، أما يوم القيامة فيتأسف الإنسان ولا سبيل للرجعة. أولى بنا أن نأخذ أنفسنا ونتصدق، ولذة العطاء أكبر كثيرا من لذة الأخذ. والذين يصنعون الفرح ويولدون الابتسامة في القلوب وفوق الشفاه، هؤلاء هم الفرحة أولا. وأيضا علينا أن ندرك أننا إخوة، أننا المؤمنون إخوة، وأن هؤلاء إخواننا، بل حتى الناس، كل الناس حتى غير المسلمين، نحن بإسلامنا يدعونا لأن نقف إلى جانبهم وأن نولد الفرح حيثما كنا قادرين على ذلك بوسعنا. وهذا رمضان فرصة الأجور فيه ترتفع إلى أضعاف كثيرة، والصوم لي وأنا أجزي به، و
هؤلاء الإخوة المنكوبون يتطلعون إلى رحمة الله ويتطلعون إلى الصالحين من الناس. إن شاء الله الناس يحسوا بهذا وما يلقاوش أرواحهم يوم لا ينفع مال ولا بنون في موضع الندامة، ويريدون أن يعودوا لينفقوا وقد فاتهم الأوان. ها هو وقت الإنفاق في سبيل الله، وقت رفع الضيق وقلة الحال وضيق اليد بالنسبة لإخواننا في سوريا، ورب يوفق الناس ما في صلاحهم وتقواهم. وأختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين في رمضان تصفد، هذه شياطين الجن مصفدة، كل البؤس الذي يحدث في العالم سببه شياطين الناس. إياكم أن تكونوا من الشياطين، كونوا من الصالحين والطيبين، رب يوفق الجميع للخير والصلاح. شكرا، شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام، الأساتذة الشيخ شكري الحاسي، الشيخ حسين حلاوة الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، الدكتور أحمد الأبيض الباحث في الفكر الإسلامي، وطبعا الشيخ شكري الحاسي الإمام والداعية من طرابلس في ليبيا. الشكر موصول إليكم مشاهدينا الكرام، أرجو أن تكون بعض الرسائل المهمة لفلسفة الصيام وفهم الصيام وماذا يجب أن يكون عليه المسلم في هذا رمضان حتى يكون الصيام كاملا وتاما، أرجو أن تكون هذه الرسالة قد وصلت إليكم. نتمنى لكم صياما طيبا كريما، نتمنى لكم أن يكون الصيام جنة حقيقة، وأن يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. لنلقاكم الأسبوع المقبل، نترككم في رعاية الله، وكل رمضان وأنتم بألف خير. السلام عليكم.